بسم الله الرحمن الرحيم. في الدروس السابقة رأينا كيفية تركيب لغة جافا وبيئة تطوير التطبيقات الأندرويد لأندرويد ستوديو، وقمنا بتطوير برنامج بسيط سميناه مرحبا بك أو هلو وورد. طبعا أنا متأكد أن كثير منكم عنده كثير من الأسئلة حول البرنامج هذا، كيف يتم تطوير التطبيقات، كيف يعني أنت ذقت طعم البرمجة، ذقت حلاوة البرمجة الآن، لكن السؤال كيف الآن من النقطة هذه من التطبيق البسيط اللي طورناه، كيف ممكن أن نصل إلى درجة احتراف تطوير تطبيقات الأندرويد؟ هذا هو السؤال المهم. من خلال سلسلة الدورات هذه، دورات برمجة بلغة جافا وتطبيقات الأندرويد، بإذن الله تعالى راح أخذك من المبتدئ من الصفر يعني حتى أنك تكون محترف في تطوير تطبيقات الأندرويد. خلونا نشوف قدامنا تطبيق أندرويد To Do List، هذا التطبيق أمامك هنا. تمام، التطبيق بكل بساطة يسمح لك بإضافة تاسكات أو مهام، يعني تضغط هنا بعد كذا تقوم بإضافة مهمة معينة، My First Task مثلا، أضفت مهمة، تضغط صح، الآن المهمة قدامك. ممكن تقول صح هنا أنك أنهيت المهمة، في هنا تقدر من خلال هذا تشوف statistics عن المهمة أو إحصائيات، تقدر تشوف ترجع لقائمة المهمات، تقدر تفلتر من هنا. تطبيق بسيط يعني وجميل جدا. السؤال الآن، لو تبغى تسوي تطبيق زي هذا الآن حتى تصل إلى المستوى، طبعا هذا التطبيق يعتبر بسيط مقارنة بتطبيقات مثل واتساب، مثل فيسبوك، إنستغرام وغيرها من التطبيقات اللي حنا نشوفها، أوبر، لكن بالمقابل التطبيق هذا أعقد بكثير من التطبيق اللي سويناه في المحاضرات السابقة للهلو وورلد، التطبيق البسيط جدا جدا جدا. فالسؤال الآن، كيف تصل لأنك تصير محترف وتعمل تطبيق مثل هذا، ومن ثم تعمل تطبيقات أكبر مثل الواتساب والإنستغرام وغيرها؟ خلونا أول شيء نشوف التطبيق هذا وش يحتوي عليه. من خلال محتويات التطبيق هذا رح نتعرف على مكونات ومستويات الدورة اللي الآن أنتم تدرسونها، وراح تتعرف ليش أنا صممت الدورة هذه بالطريقة هذه، وش المستويات المختلفة فيها، وبناء على خلفيتك أنت البرمجية، هل أنت بادي من الصفر ولا عندك خلفية معينة، تقدر تحدد مسارك والدروس اللي المفروض أنك تأخذها. طيب التطبيق، طبعا التطبيق اللي قدامك هذا هو مثال موجود على الإنترنت على موقع جيت هاب، هذا هو الموقع الخاص بالتطبيق. تمام، هذا هو العنوان، بإمكانك توقف الفيديو وتنسخ العنوان هذا إذا تبغى تنزل التطبيق أنت وتجربه بنفسك. طبعا الموقع هنا على الجيت هاب يحتوي على كامل، ليس فقط على التطبيق نفسه، يعني هذا ما هو جوجل بلاي وإنما هذا أو الأب ستور، هذا الموقع يحتوي على السورس كود الخاص بالتطبيق، يعني أنت كمبرمج تستطيع تنزل التطبيق بالسورس كود حقه وتعدل عليه، تسوي فيه اللي تبغاه. تمام، هو طبعا من جوجل، هو من التطبيقات الأمثلة اللي وضعتها شركة جوجل على تطبيقات الأندرويد. ممكن تنزل التطبيق من هنا، تضغط على الداونلود الزيب فايل كملف مضغوط، وبعد كذا راح تجد التطبيق ينزل عندك كملف مضغوط، تفك ضغطه يطلع لك مجلد زي المجلد اللي تشوفه هنا قدامك. بعد كذا في برنامج الاندرويد ستوديو تقوم ب open existing android studio project، تختار الخيار هذا. تمام، مرة ثانية، هذا فقط إذا كنت تبغى تجرب التطبيق، تذهب إلى المكان اللي موجود فيه التطبيق. طبعا التطبيق موجود عندي هنا على هذا هو التطبيق، وتجده تحت To Do App، مجرد تختار فقط المجلد هنا وتضغط على Open. تمام، مجرد تضغط على Open راح يفتح لك التطبيق. طبعا أنا مفتوح عندي، موجود سابقا، هذا هو التطبيق. تمام، خلوا الآن نشوف التطبيق هذا ونقارنه، نشوف يعني وش نحتاج حنا حتى نسوي تطبيق زي هذا، وش المهارات البرمجية اللي نحتاجها حتى أننا نسوي تطبيق مثل التطبيق الموجود أمامكم. طبعا لما تفتح التطبيق هذا، زي ما قلت لكم سابقا، التطبيق يتكون من جزئين، الجزء الأهم هو الجزء البرمجي، الملفات اللي تشوفها قدامك، الملفات البرمجية أو الكلاسز. تمام، هذا طبعا هنا تشوف هنا المحتويات الملفات البرمجية الجافة، في عدد كبير، يعني هذه مجموعة كلاسات، هذه مجموعة كلاسات، كل واحد من هذه الملفات هو ملف في شفرة المصدرية أو السورس كود أو البرنامج نفسه أو جزء يعني من البرنامج أو التطبيق هذا. طيب لو فتحنا واحد من الملفات، هذا واحد من الملفات البرمجية اللي هو تاسك بريزنتر،
تمام، الملف موجود عندنا هنا، هذا هو تاسك بريزنتر، هذا الملف، هذا هو الملف اللي انت تشوفه قدامك. تمام، الان انا بس فتحت ملف واحد. الان الملف هذا خلينا نشوف، هذا الملف يحتوي على تقريبا يمكن حوالي 232 او اكثر، يعني لو هذه كلها مغلقه يمكن يحتوي على حوالي 236 سطر من الاسطر البرمجيه زي ما انت شايف قدامك. تمام، طيب السؤال الان ايش المحتويات الموجوده في هذا الملف؟ يعني انا الان لما ابرمج واكتب ملف زي هذا، وش انا راح اكتب؟ وش راح اسوي؟ كيف اوصل لمستوى اني اقدر اكتب ملف زي هذا؟ على فرض الان كانت المشاهد اللي تشوف الفيديو الان شخص بادي من الصفر. اذا كنت شخص بادي ما بديت من الصفر، راح اتكلم ان شاء الله في نهايه الفيديو عن الموضوع هذا لو كنت عندك خلفيه برمجيه. اذا كنت شخص بادي من الصفر، اول مره تسمع البرمجه وتبغى تسوي تطبيق اندرويد زي التطبيق اللي موجود قدامك هنا، فكيف تبرمج وكيف تكتب الشيء هذا؟ خلونا نطلع على بعض الاشياء الموجوده في التطبيق هذا بشكل سريع جدا. خلوني ابدا من مثلا من هنا، في هنا عندنا اشياء نسميها بارامترز. اوكي، الان وش معنى البارامتر هذا؟ انا لو بشرح لك البارامتر في تطبيق زي هذا، لو بخلي الدرس عن التطبيق وابدا اشرح لك المبادئ الاساسيه البسيطه للبرمجه، راح تضيع، راح تتوه، لانه البرنامج ضخم، فيه عدد هائل، يعني ملف واحد فقط فيه حوالي 280 سطر. فكيف تتوقع يعني راح تضيع بين الملفات هذه، ويصعب عليك التطبيق الاكزامبلز، يصعب عليك الامثله، يعني يصعب عليك تطبيق اي تمارين يعني بعد كذا لو بغيت اعطيك تمارين عشان تعدل. فعشان نسهل الموضوع، تمام، عشان ندرس فقط البارامترز هذه، او نفهم كيف البارامترز هذه تعمل زي ما انت شايف قدامك البارامتر هذا، راح نشتغل او راح يكون عندنا مجموعه دروس حتى نتوصلنا لفهم البارامترز. راح اولا لازم تفهم الفاريبلز المتغيرات، لازم تفهم الداتا تايبس انواع البيانات، ولازم تفهم الميثودز. مضبوط، لاحظ ان مجموعه دروس متوزعه. زين، احنا هنا في الدروس هذه اللي راح نسويه بكل بساطه ان راح نعزل الجزئيات هذه البسيطة في البرمجة ونتعلمها لوحدها بدون ما نكون ضمن تطبيق ضخم مثل التطبيق اللي جالسين نشوفه قدامنا هنا. تمام؟ طبعا حتى نقوم بالعمل هذا، البرامج اللي راح نسويها ما راح تكون برامج يعني برامج فيها رسومات وفيها واجهات زي ما تشوف كذا، لا، بتكون برامج بسيطة جدا وتعتمد على ما يسمى بالكوماند لاين. تمام، يعني الكوماند لاين، حتى انك تعرف ايش الكوماند لاين، خلينا نفتح لك راح تكون حاجه شبيهه بكذا قدامك الكوماند لاين. زين، فتنفذ برنامجك من هنا، تكتب اسم البرنامج، تمام، بعد كذا تنفذ البرنامج، بسيط جدا ما في اي تعقيد، بس عشان نفهم جزئيه ايش الفاريبل، بعدين نفهم ايش الداتا تايبس. تمام، طبعا هذه ما هو درس واحد، راح تجد انه يمكن عندي ثلاثه اربع دروس على الفاريبلز. وصدقني انا درست كثير من الطلاب المبتدئين، ودائما مفهوم زي الفاريبلز في البدايه، واحد اول مره برمجه شيء حاجه جديده، زي الطالب اللي في الابتدائي جالس يتعلم قراءه مثلا او يتعلم رياضيات، حاجه جديده على عقلك وعلى تفكيرك ما تعودت عليه في الحياه. مع انها هي مفهوم سهل، لو تسال اي واحد مبرمج يعني يقول لك هذا شيء تافه جدا، لكن في البدايه دائما في صعوبه شوي. فانا وضعت مجموعه دروس على الفاريبلز، مجموعه دروس على الداتا تايبس، عشان اخليك تتخطى العقبه هذه في البدايه، هي اصعب عقبه دائما اللي في بدايه البرمجه، كيف انك تقفز وتفهم كيف تتكلم مع كمبيوتر، زين، وتتحدث مع كمبيوتر وتخاطب كمبيوتر. طيب، هذا مثال من الامثله مثلا احنا اخذنا، خلينا نشوف اشياء ثانيه، مثلا هذه اف ستيتمنت، هذه نسميها اف ستيتمنت، طيب ايش معنى اف ستيتمنت؟ هذه راح نشرحها ان شاء الله في الكونديشنال ستيتمنت، تمام؟ كل هذا في المستوى الاول، variables, data types, conditional statements. loops راح نشرح في المستوى الاول، loops او التكرار من اهم الادوات البرمجيه اللي تستخدمها. هذا لاحظ قدامك loop، تمام؟ اللي انا ابغى اقول لك انك لما تشوف فيديوهات المستوى الاول، لما تشوف الفيديو الخاص بالloop وتشتغل على حاجه زي التيرمينال هذه، لا تقلق، لازم نعطيك اياها لحالها كذا في بيئه بسيطه جدا. وطبعا راح نستخدم بيئه اسمها اكليبس بدلا من الاندرويد ستوديو لتطوير برامج الجافا البسيطه هذه. راح نشوف ان شاء الله كيف راح نشرح لكم اكليبس، كيف تركب الاكليبس، كيف تستخدم الاكليبس. بس راح تلاحظ انت انه لما تيجي تستخدم الاكليبس فجاه تختفي من امامك الجمال اللي قدامك والتصميم والاشياء هذه كلها. هاي شيء طبيعي عشان اعزل لك المواضيع هذه موضوع موضوع، تفهمها بعد كذا نركبها مع بعض حتى انك تطلع ببرنامج ضخم زي هذا. ايضا لما نجي مثلا مواضيع الاوبجكتس، هذا مثلا قدامك هنا، طبعا هذه كلها كلاس
زين، فاحنا راح نشرح الكلاسز. لاحظ هنا عندنا كلاس، كل الملف هذا عبارة عن كلاس. راح نشرح الكلاسز، راح نشرح البروبرتيز. هذه مثلا بروبرتي، عفوا هذه بروبرتي، هذه بروبرتي، ذس مثلا ذس. هنا عندنا المفهوم انك تسوي اوبجكت جديد، مثلا هنا مسوين اوبجكت جديد، تمام. هنا سوينا نيو اوبجكت جديد. ايضا راح نشرح مفهوم الميثودز والاريز، تمام. هذه اري مثلا قدامك، اري ليست هنا، هنا قدامك ميثود، هذه ميثود مثلا. فراح نشرحها لوحدها، راح نشرح الميثود، راح نشرح البارامترز، كيف ترسل بارامترز، تستقبل بارامترز. الهدف من اني انا هنا الان جالس اوريك يعني زي خرط طريق او الفهرس حق الدوره هذه او سلسله الدورات هذه، بس بدل ما اني اتكلم لك فقط نظري واشرح لك اللي قدامك هنا، انا حبيت اوريك اياه في برنامج عملي حقيقي قدامك. كل موضوع من المواضيع هذه في النهايه راح نجمعها مع بعض ونطلع بتطبيق زي التطبيق هذا. طبعا في المستوى الاول احنا راح نكتفي تقريبا بتطبيق الهلو وورلد اللي احنا شفناه، او مرحبا بك. ممكن ان نسوي تطبيق ثاني بسيط جدا، انا جالس افكر واحاول اجد طريقه بحيث انه ما اعقد الشخص اللي مبتدئ، يعني لان المستوى الاول عاده يكونون اشخاص مبتدئين جدا. لو قدرت اني اجد حاجه زي كذا بسوي تطبيق ثاني بسيط جدا مشابه للهلو وورلد وتطبق فيه بعض الاشياء الموجوده قدامك. في المستوى الثاني لا، لما نتعلم الاوبجكتس راح ان شاء الله نسوي تطبيق افضل شوي. طبعا ما راح يصل مستوى التطبيق هذا اكيد، لكنه تطبيق جميل لحساب الوزن او كتله الجسم، بحيث انك تدخل فيه طولك ووزنك ويعطيك هل انت شخص وزنك فوق يعني المطلوب، يعني عندك سمنه او انت انحف من المطلوب وغيره. راح نشوف ان شاء الله التطبيق هذا في المستوى الثاني. بعد كذا المستوى الثالث اللي هو قيد التسجيل، الان جالس اسجله، راح ان شاء الله نتحدث عاد بي ندخل في عمق تطبيقات الاندرويد، تطبيقات زي هذه، راح اشرح التطبيق هذا، نبني تطبيق مماثل له، راح نبني تطبيق ايضا اخر ان شاء الله، ونتعمق في برمجه الاندرويد. هذا التطبيق، هذه تقريبا يعني ملخص وخلاصه وخارطه طريق لك اذا انت مبرمج مبتدئ. نصيحه لك من تجربتي انا، لابد انك تبدا من هنا. المواضيع اللي في بدايه البرمجه خصوصا لما تشتغل على الكوماند لاين ممله نوعا ما، أنا معك، يحتاج لها صبر. طبعا تحتاج حتى تنهي الأول والثاني هذا، قد تحتاج يمكن على حسب قدراتك على حسب وقتك، قد تحتاج من شهرين إلى 4 أشهر حتى أنك تنهيها. بعد كذا تستطيع أنك تنتقل للمستوى الثالث. طبعا في لحظة تسجيل الفيديو هذا في جانوري 2018 ما زلت أنا جالس أسجل فيديوهات، إن شاء الله قد تكتمل يعني الفيديوهات هذه خلال الأشهر القادمة في المستوى الثالث. إذا كنت مبرمج بلغة أخرى غير الجافا، يعني أنت عندك خبرة بسي بلس بلس أو بايثون أو جافا سكريبت، يعني عندك أساسيات البرمجة اللي قدامك هذه فهمها، أنا أنصحك أنك تمر بشكل سريع على الدروس هذه حتى أنك تتعلم أو تشوف الفرق بين لغة البرمجة متعود عليها وبين الجافا، لغة الجافا اللي راح نستخدمها. إذا أنت شخص فاهم الجافا ومبرمج أصلا بالجافا وعندك خبرة يعني بتطبيق برمجة الجافا، فمباشرة بإمكانك أنك تبدأ من المستوى الثالث بدون الرجوع للمستوى الأول والثاني. أتمنى من خلال الفيديو هذا أني وضحت لك وفهمتك كيف تبدأ من الصفر حتى تكون إن شاء الله بمشيئة الله تعالى محترف في تطوير تطبيقات الأندرويد من خلال سلسلة الدورات هذه. هذا هو الطريقة الأفضل من خبرتي أنا في التدريس وخبرتي العملية في كمهندس برمجيات لأكثر من 20 سنة. هذه هي الطريقة الأفضل لتعلم البرمجة عموما وتعلم برمجة تطبيقات الأندرويد خصوصا. حتى لو جيت تتعلم تطبيقات مثلا تقول أنا ما أبغى أتعلم تطبيقات أندرويد، أنا أبغى أتعلم تطبيقات آيفون، في لغة اسمها سويفت مشابهة للجافا قريبة من الجافا، لابد تتعلم لغة سويفت، فيها variables، فيها data types، فيها condition statements إلى آخره، فيها objects، لابد تتعلم الأشياء هذه في لغة سويفت قبل ما أنك تبدأ تتعلم تطوير تطبيقات الايفون. نفس الشيء لو كنت تبغى تسوي مواقع انترنت راح تحتاج تتعلم لغه جافا سكريبت، وتتعلم ايضا HTML وCSS وان كانت مختلفه اللغات هذه، لكن راح تتعلم لغه جافا سكريبت وهي شبيهه جدا بلغه الجافا وفيها اشياء مشابهه للي قدامك هنا. اخيرا في حاجه مهمه جدا، طبعا احنا تكلمنا عن الجانب البرمجي لتعلم تطبيقات الاندرويد، في حاجه مهمه جدا وهي جانب التصميمي. يعني لما تجي تصمم التطبيقات الاندرويد، لما تيجي تصمم شاشات التطبيق اللي قدامك زي الشاشه اللي تشوفها قدامك هنا، تمام. التصميم هذا يتم في ملفات زي الملف اللي تشوفه هنا قدامك هذا الملف، زين، اللي هو تاسك اكت.
هذا التصميم قدامك، تمام؟ التصميم جزء منه فن. كثير من الشركات اللي تشتغل دائما يكون عندها مصمم اصلا، يعني ما هو مبرمج وانما مصمم، ويعطي تصميماته، يعني رسمه ايقونه زي كذا او اشياء يعطيها للمبرمجين، بعد كذا المبرمجين ينزلونها هنا. طبعا نعم، حتى تتعلم برمجه تطبيقات الاندرويد لابد انك تعرف كيف تصميم الشاشات اللي زي هذه، وتعلم لغه من خلال، وهي تستخدم ايضا لغه يسمونها لغه XML في الاندرويد لتصميم اللي اوت وغيرها شو اسمه للتطبيق. هذه اللغه ابسط بكثير من الجافا، فلا تقلق منها ان شاء الله. راح نتطرق لها غالبا في المستوى الثالث، ما تكلمت عنها ابدا لا في المستوى الاول ولا الثاني، وفي في في بعض الطلبه طلبوا اني انا اتكلم عنها في المستوى الثاني، لكن ما اتوقع اني راح اتكلم عنها في المستوى الثاني، او ممكن اتكلم عنها بشكل بسيط. راح تكون اغلب كلامي عنها في المستوى الثالث، وهي لغة XML، لغة بسيطة لتصميم فقط وليس للبرمجة. الأصعب دائما واللي يحتاج جهد أكبر بكثير هو البرمجة بجافا. طبعا هناك عدد كبير من ملفات التصميم، هذا واحد من الملفات، هنا ملفات أخرى، ممكن نفتح مثلا ملف آخر، هذا ملف آخر، وهكذا. أتمنى إن شاء الله أني أفدتك ووضحت لك الأمور، وإن شاء الله نشوفك في الدروس القادمة وتكون بإذن الله محترف في تطبيق